والمعلومات الكيميائية على بعضها واشمعنى في أوروبا مش في مصر؟ أوكي؟ مش في الصين؟ مش في الولايات المتحدة الأمريكية؟ في أوروبا؟ أنا رأيي إن دي مسألة تطور إنساني ليس تطور طبيعي، وكان بالإضافة إلى القواعد العلمية للفيزياء وللكيمياء في تخيل بشري ضخم جدا عشان نخترع، واحنا قعدنا حوالي 15 سنة نعمل تجارب عشان نعمل صورة فوتوغرافية أولية. ناس كتير، فبالنسبة لي ملهاش أي علاقة بالطبيعة. التصوير الفوتوغرافي اختراع بشري، مفيش حيوان في العالم بيعمل صور، احنا اللي بنعمل الصور فقط لا غير. واستاذ اسماء هرجع لحضرتك وهوريكم مجموعة صور دلوقتي، قد تعجبكم وقد ما تعجبكمش، بس انا هقول لكم دلوقتي ان مش لازم تفكروا في المضمون اللي هتشوفوه، لانه هتشوفوا فقط تفاح. سوري تفاح، مفيش حاجه ثانيه. وبالتالي انا عايزكم تنسوا تعريف المضمون وتفكروا في البروازه، تفكروا في الذكاء اللي ناول المضمون بطريقه معينه. هو ده التصوير الفوتوغرافي. طب احنا برضه لسه ما عرفناش ما هي الصوره. معلوم. الصوره الفوتوغرافيه معلوم. البيانات اللي بتتعامل معاها الذكاء. هو الاستاذ ياسر ممكن اصلا حاجه؟ اتفضل. انا عايز اعرف ايه اهميه التعريف؟ يعني انا اضطريت قبل كده اتاكد، مش عارف حضرتك تعرف ولا لا، هو مصور شارع سال في التلفزيون ايه تصوير الشارع؟ فقال لي ملوش تعريف، الموضوع مرتبط شويه حاجة إنسانية مش مهم نعرفها، يعني أنا أعرف من خلال ثقافتي ومن خلال رؤيتي للصورة، فاهم؟ غيري هيعرف بشكل تاني، حضرتك هتعرف بشكل مختلف، فاهم؟ فمش مهم إن أنا بسأل حاجة عن تعريف شيء معين، أنا أشوفه بوجهة نظر وغيري أشوفه بوجهة نظر تانية، فاهم؟ مش يعني كتير مصور كمان، يعني على سبيل الذكر أمسيل أدم، هو مصور أمريكي بيصور لاند سكيب، كان بيقول إن أنا بنصور عن حاجات جوانا، كتب بنقراها او مزيكا بسمعها او حاجات. فكره ان انا اعرف حاجه حضرتك شايف تعريف انا مش عارف يعني ايه صوره، ومش مهم اعرف، يعني انا بصور بقالي مده قريبه ما تجيش ربع اللي حضرتك صورته، بس مش مهم ان انا اعرف نفس اللي حضرتك تعرفه. مش دي وجهه نظر، بس اذا احنا ما عندناش تعريف للصوره مش شايف اللي ده مهم. احنا سمك لبن تمر هنا. مش مشكلة. احنا هندرس ازاي الصورة الفوتوغرافية. طيب. يعني هو مش مشكلة. كل فنان ممكن يعرف التصوير الفوتوغرافي بنفسه عامل ازاي. ممكن المثل بتاع الاستاذ مصطفى عن السباحة. لو قعدت احكي لكم ازاي تعوموا، ولو كنت انا اشطر مدرب في السباحه وفضلت احكي لكم لحد يوم القيامه، هتعرفوا تعوموا؟ لا، لازم تمارسوا. والفوتوغرافيا كذلك. الفوتوغرافيا كذلك. الطريقه الوحيده انك انت تعرف تصور انك انت تصور. تعريف الفنان لشغله، كل واحد ممكن يعرف التصوير الفوتوغرافي لنفسه. بس انا عشان اعلم التصوير الفوتوغرافي لازم في حاجه هنا في مصر وفي الولايات المتحده الامريكيه وفي فرنسا وفي الصين تشبه بعض عشان نعرف كده نفس اللغه. بالنسبه للفنان 99.9% من التصوير الفوتوغرافي اللي موجود في العالم ملوش اي علاقه بالفنانين. الفنانين يشكلوا اقل من جزئية صغيرة
من 10% من التصوير الفوتوغرافي. الباقي تصوير صحفي وتصوير تجاري وتصوير شخصي. اوكي. فبالتالي اتفضل. كنت عايز اتكلم مع يعني اهم بالنسبه للطرح او وجهه النظر اللي حضرتك بتتكلم بيها. بالنسبه لي حاسس ان انا بقى في فلسفه البوست موديرن مثلا زي جيف وكده. وجهه النظر اللي حضرتك بتتكلم بيها شايف ان هي مجرده جدا ويعني مش شيء حلو او سيء يعني، بس هي وجهه نظر بتحاول توصل لشيء ما بنقول يعني حاجه شخصيه يعني. انا مش بحكم على ده، بحكم عليه بشكل مجرد، انا بحاول اتعرف عليه بشكل مجرد. لا بالعكس، انا بحاول اعمل تعريف كلاسيكي للصوره الفوتوغرافيه. اكيد مش بوست مودرن نهائيا. انا بتكلم على طريقه الطرح يعني، فكره ان هي معلومه فهي فيها جزء كبير مش شخصي، انا بتعامل معاها بشكل مجرد. بس الصوره الفوتوغرافيه اللي انا وريتها لكم ليست تفاحه، وبالتالي لازم تعرف الفرق بين دي ودي. دي من الطبيعه، الصوره الفوتوغرافيه ما لهاش اي علاقه بالطبيعه. واحنا البشر اللي بنصنعها، واحنا الكائنات الوحيده اللي بنصنع الصور. فبالتالي لازم في تعريف ما عن الصوره. لازم في تعريف من وجهه نظر، لازم في تعريف ما عن الصوره. عاجبكم التعريف؟ ايش؟ مش عاجبكم التعريف؟ مفيش مشكله، بس انا ابعد ما يكون عن التفكير البوست مودرن. حضرتك قلت لنا التعريف. الصورة معلومة. وبالتالي دلوقتي هوريكم صور التفاح، فمش لازم تفكروا فيه. أنا مش عايزكم تفكروا. غير عند الذكاء المضمون خلاص معروف. عايزكم تشوفوا الفرق. الموضوع قد يكون تافه، قد لا. الصور كلام كتير، بس احنا ممكن نصور لايز اي سبب ما، اسباب شخصيه مداعبه. مخرج سينمائي ممكن يصور صور فوتوغرافيه، ومخرجين سينمائيين كتير 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 صوروا لتوصيل افكار بشكل بسيط او بشكل مراهق او اي مكان. بس دلوقتي دي بقى احنا بنشوف المضمون، فانا مش عايزكم تفكروا في المضمون. لازم تفكروا في البرواز. هو ده الانترستنج بالنسبه لي في التصوير الفوتوغرافي. في ناس كتير بتلعب في المضمون بتاعها عشان تعمل صوره ما بطرق مختلفه. الصورة دي تجارية معمولة على مستوى عالي جدا.
بس عشان انا بدخل انا اعمل دوره حضرتك بتقول خلينا جوه في الواسع او جوه الكهف. انا عشان اعمل ده واصمم ده انا لازم افكر وانفذ وازاي هنفذ وازاي ان انا لما احط صوره زي دي المنطلق دي يقبلها. فاذا انا فكرت ما افكرش ازاي؟ لازم تفكر طبعا اساسي. الاجتهاد الذاتي ده للاسف الشديد انا ما بشوفوش يتعمل قوي هنا. احنا بنصور صوره حلوه فورا صح؟ اول مره تعملوا كان بعد 12 سنه تصوير ده طبعا كان ايام بنعمل افلام والتصوير كان صعب على المستوى التقني عن النهارده. بس النهارده الاجتهاد ده هو لازم نشوف ليوناردو دافنشي. كلكم عارفين مين ليوناردو دافنشي؟ اوكي عالم على مستوى اعلى مستوى وفنان على اعلى مستوى. قال كلمه مهمه بالنسبه لي انا بقول الكلمه دي للطلبه بتوعي. في ناس بتشوف في ناس ممكن تتعلم تشوف وفي ناس ما بتشوفش. انا اتعلمت اشوف بس لازم نتعلم نشوف. الموضوع ليس في الجهاز. لازم تفهم الجهاز ده كويس جدا 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 بس الموضوع ليس في الجهاز. انا خبرتي هنا انا بصور من سنه 86 وكنت محظوظ جدا ان انا قضيت سنه ونص بعملش فيها حاجه ايه كل يوم غير تصور. طحن 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 تصور طحن طحن ورا و والناس اللي انا بقابلهم مستغربين جدا مش حاجه غير تصور انت فاضي ممكن قصدهم هنا او قصدهم ان كلمه من الشغل وانت غالي جدا. الصوره دي صوره جميله دي صوره فوتوغرافيه بس دي مين؟ حاجه ماشي دي حاجه مش طبيعيه. يعني ايه حاجه مش طبيعيه؟ يعني دي بينتنج ومتصوره يعني دي مش صوره فوتوغرافيه. انا رسم الصورتين او صوره واحده. يعني صوره رسمه ولا صوره لا صوره فوتوغرافيه. صوره فوتوغرافيه ولا رسمه؟ هو مصور رسمه. هو بيعمل صوره وبعدين اتصور. هو شكله التالت بتاع الصوره. لا لا ما ده انت طبعا. بس يعني تحت تعريف واسع للتفاح. يعني دي يعني دعوه بالكادر مش دعوه بال. انا دلوقتي عايزنا نفكر في الكادر. اللي هو اللي هو ده. الصورة هنا العالم مش بيتجزء من الصورة هنا. الصورة الفوتوغرافية تيجي من هنا مش من هنا بس احنا بنشوف من هنا. الصورة الفوتوغرافية ليست شفافة ليست شفافة بتتصنع زي الكمبيوتر ده وزي البروجيكتور ده وزي الكوباية دي بتتصنع صنعة كده. احنا هنخرج كل السناب شوتس كل الصور الجميله اللي بتتاخد من غير ده كله ما يعني شغل جرافيك ده مش فوتوغرافيا. مش سامحني يا مشروع فوتوغرافيا اللي انا باخدها بالكاميرا طيب. مصور وكاميرا فكره وكاميرا لكن كل ده فيه شغل كمبيوتر وسوفت وير. الصور دي بتصورها كاميرا دلوقتي سوفت وير هو خد الصوره بالكاميرا وحطها على برامج سوفت وير وقعد سنتين عبال ما طلع صوره زي دي. يعني نوع من انواع الفوتوغرافيا. لكن الفوتوغرافيا مش دي. عبر تاريخ التصوير الفوتوغرافي من 1839 من 1822 اول تجارب في الفوتوغرافيا حتى الان التقدمات بتاعت الفوتوغرافيا اتغيرت كتير جدا 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 لكن لا تزال ايه فوتوغرافيا معلومه. اوكي؟ اتفضل. ماشي سؤال لو التكنيك ده كان عند الناس الحلوه يعني زي ما كان على ابيض واسود في الفيلم والصوره على ابيض واسود لو الناس دي كان عندها التكنيك ده هتعمل كده؟ لا ما التقنيات بتدي التقنيات بتدينا فرص ممكن نعمل حاجات ثانيه صح؟ لا مش لو الناس عملت لها
التاريخ ده حلو في الفوتو وفي السينما. لو كان عندهم التكنيك بتاع الماشين الفرق كان الحاجات اللي خرجوها برنا اللي احنا حبيناها اللي احنا اتربينا عليها وبندرس بقى التاريخ. كان زي ما كده ايوه اللي المصور دي اتصورت قبل ايام الديجيتال. لا بتكلم عن ناس زمان ده ايام العشرينات اربعينات ستينات انا مش فاهم الصوره. لو كان عنده التكنيك ده كان عنده الفوتوشوب انا ممكن اوريك حضرتك صور عشرينات على مستوى عالي جدا 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 لو سمحت من غير فوتوشوب. بالظبط ده قصدي عليه من غير فوتوشوب. على اذنك يا دكتور لو انك تبقى طب عادي مش سامعني. لو سمحت يا اخوانا لو سمحت لا سمح حضرتك هتقول المحاضره ونفتح مجال المناقشه بالشكل ده احنا بنشتت لان انت ليك هدف في النهايه من ورا الحاجات دي كلها عاوزين نعرفه صح بالشكل ده انا بتشتت. ده يقول لك مش عارف ايه وده يقول لك لا ما ينفعش كده. حضرتك بعد ما تخلص المحاضره عشان نقدر نفهم مقصود ده ايه. دي حاجه. حاجه تانية بالنسبه للصور دي في بعض الناس اللي مش فاهمه او بتعمل نفسها مش فاهمه دي يا جماعه مش فوتوشوب. دي كلها حاجات متصورة يعني معمولة. واحد ممكن يرسم حاجة ويصور يعمل فوتوشوب يعمل بتاع ويروح مصور الصورة. كل اللي عرض ده مجرد صور مش هو اللي عامله. دي بصت وما صلتش هو اللي قال صور لحظة بس وبعدين هو قال ايه كده خلاص نسمع المحاضرة وبعدين نناقش نسمع وبعد كده نناقش بعد نخلي 10 دقايق للمناقشات بتاعته اوكي. التصوير الرقمي العلم الفيزيائي للتصوير الرقمي تم في الخمسينيات والعالمين خدوا جائزة نوبل بعدها بسنتين ثلاثة. اول كاميرا رقمية قد الترابيزة دي مثلا كان اختراعها في سنة 75. الكاميرات الرقمية اللي بقت متاحة كده 88-89 اول كاميرات رقميه. ده قبل الصور الرقميه دي صوره معموله على فيلم. اوكي ودي صوره تختلف عن كل الصور اللي انا وريتها لكم من التفاح. الصوره اللي هي انا قصرتها في الاول لو نسيب التفاحه هنا لمده شهر هيبقى شكلها كده. فليه ايه الجمال في ان مصور فوتوغرافي يعمل صوره زي دي؟ وانما انا مقتنع قناعه تامه ان كلكم شفتوا صور للمصور ده لان هو مصور مشهور جدا 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 جدا, جداً على مستويات كتير جدا. والصوره دي تختلف وذكائها يسببني اقف لما اشوف الصوره دي. الصوره الثانيه دي وكمان صورتين صوره فوتوغرافيه اتصورت 64. بليز ما تقولوليش فوتوشوب. لا تمام يا عارف في فوتوغراف معروف اوكي سنه 64. الصوره دي جميلة على مستوى التكوين والصورة دي جميلة على مستوى العلم والصورة دي عشان تتعمل هارولد إدجرتون مش مصور فوتوغرافي مهندس على مستوى عالي جدا 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 خد 7 سنين عشان يخترع التقنية اللي عرف يصور الصورة دي وكل ده موجود جوه الصورة. عشان الصورة دي بالنسبة لي very special. سنة 64 مفيش فوتوشوب. في مصور فوتوغرافي استخدم large format عشان يصور تفاح.
في حد شاف الصوره دي قبل كده؟ ايوه طبعا في واحد شافها. في واحد شافها ليه؟ ماشي. طيب ليه ما شفناش الصوره دي قبل كده؟ رغم ان هي من اجمل الصور اللي شفتها في حياتي، وبالتالي انا ما كنتش عارف يعني ايه تفاحه لحد ما شفت الصوره دي. هي التفاحه احنا كلنا عارفين يعني ايه تفاحه، لكن الراجل ده بيشوف التفاح بشكل تاني. فالراجل ده علمني ان انا لازم اشوف بعينيا مش بعينين حد تاني. وعشان نشوف مع الدوشه اللي موجوده مع الملايين الصور اللي بتتصنع كل ساعه، ما عندناش فرصه نشوف بعينينا. بنشوف طول الوقت بعينين الاخرين. ولما الراجل ده شاف الصورة وعمل صورة توصل لمستوى أعلى من المعلومة، لأنه دي قطعة فنية هتعيش زمن طويل، وهي مجرد تفاح. فالموضوع ليس في المضمون، الموضوع في الذكاء. الذكاء ده بشر. وبعدين ايه الصعوبه في التصوير الفوتوغرافي النهارده لو سمحت؟ يعني ايه الصعوبه في التصوير الفوتوغرافي؟ يعني اي حد ممكن يصور. ايه ده؟ ايه ده؟ ممكن المرة هتفتح عشان انا مش شايف. طب هو علي بيصور. علي بيصور وبيختار الصورة الحلوة اللي مش حلوة. ايوه اوكي. كان عمره 5 سنين لما صور الصوره. سمعونا تخيل علي. وبعدين في مصور عمل تجربه غريبه جدا، وبالتالي ده علي بيصور مامته. في حاجه فكاهيه بعد كل الكلام ده بتجيله. اوكي. حاجه لقيتها في كتاب لطيف جدا وظريف جدا هنا. طب الورقه. بعدين في مصور عمل تجربه ما اعرفش اقول لكم ايه عليها، بس يعني التصوير سهل النهارده. الذكاء صعب ومحتاج اجتهاد ذاتي ومحتاج انك انت تشوف. وانا مش بشوف ده بيتعمل لا في مصر لا في عينك انت في الدنيا. عشان تطلع فنان، عشان تعمل تصوير فوتوغرافي على مستوى عالي، عشان تضيف لي معلومه جديده، ده معناه اجتهاد ذاتي، ده شوافين. ده مختلف عن الدروس الفوتوغرافي. ده نوع من انواع التصوير الفوتوغرافي. طبعا. طبعا. ده النوع اللي انا بحبه، ده النوع اللي انا بحاول امارسه. بيرفكت. اوكي؟ وعايز اوريكم اخر واحده. في المحاضرة دي الكلام ده كله مضمون في دي. دي لوحة من رينيه ماجريت اتعملت سنة 1928. الأفكار دي موجودة من زمان. مش بقول لكم حاجة جديدة ولا بوست مودرن ولا أي حاجة من الكلام ده. دي لوحة بتقول لك كل الافكار اللي انا طرحتها دلوقتي، بس انا طرحتها بالنسبه للفوتوغراف. سوسيني تايم بيكو. دي مش غليون. والصوره اسمها خيانه. اللوحه دي اسمها خيانه الصور. لا تخيزون دي زيما. دي اسم اللوحه. رينيه ماجريت السريالي المشهور جدا جدا. لو ما تعرفوش يومه هتستمتعوا بيه. اوكي؟ اوريكم اخر حاجه بسيطه. ننسى الكلام ده. ممكن نقفل النور دي؟ ممكن تحاولوا تشوفوا لي يعني ايه دي؟
فيها حاجات متصورة في الصورة جمعت الأربعة في صورة واحدة. فيلم إيه؟ هي العصاية في النص اللي فيها هل في حد هنا اجتهد عشان يعمل صورة فوتوغرافية زي الصورة دي؟ ماشي، الصورة دي شغل مثلا 3-4 دقيقة، صورة واحدة. هذه الصورة من زاوية المصور التجاري ما بحبوش، بس بحترم اجتهاده. دي من زاوية، دي من زاوية شغل. 3-4 أيام شغل عشان صورة فوتوغرافية واحدة ما فيهاش فوتوشوب تتعب. وبالتالي أهمية الفوتوغرافيا بالنسبة لي هو دخل. الفوتوغرافيا غيرت أفكارنا عن العالم كله. عشان كده أنا بمارس التصوير الفوتوغرافي بطريقتي المتواضعة. عشان كده أنا بحب أدرس المصورين اللي بيضيفوا لي معلومة جديدة، وجهة نظر جديد في العالم. وعشان كده للأسف الشديد أنا برضو بصرف نظر عن 99% من الفوتوغرافيا اللي أنا بتفرض نفسها عليا. لحد أول القرن العشرين أو نص القرن العشرين إحنا كبني آدمين كنا بندور على الصور الفوتوغرافية. كان عندنا رغبة شديدة جدا نشوف الصور الفوتوغرافية. أنا النهاردة بهرب من الصور الفوتوغرافية. يلاحقوني في كل مكان. مش عايز أشوفهم لأنه أنا عارف هدفهم. أشكركم. احنا كده جبنا تعريف ما هي الصورة. ايه الصورة معينة. ايه اهمية الصورة؟ تفتح باب المناقشة مرتين. تفضل. تفضل. انا اشكركم لانتباهكم. اوكي؟ واتمنى ان على الاقل المحاضره دي هتخليكم تفكروا في شويه امور بالنسبه للفوتوغرافيا. اوكي، والسؤال اللي هو اشمعنى ما تعرفوش الصوره بتاعه بول كابليجرو للتفاح؟ الناس اللي مهتمه بالتصوير الفوتوغرافي الراقي، مين الرواد اللي انتوا بتحبوا شموهم؟ كارتير. انا بحب شغل الكابتن جدا. اول 10 سنين بالنسبه لي عبقري. مفيش ولا صوره من اللي حضرتك عرضتهم لكارتيه. صوره التفاحه السمراء اللي حضرتك عرضتها ممكن تشرح لنا فيها ايه جميل؟ لان انا شايف ان هي بتنتمي للفن التشكيلي مش للفوتوغرافيا. هي فوتوغرافيا. ممكن تعرضها تاني وتقول لنا ايه الجمال اللي فيها؟ لا انا مش هعرف اقول لك ايه اللي جميل بالنسبه لي. انا عارف ايه اللي جميل. حضرتك وضعت النظريه يعني مشكلتي مع الطلبه بتاعتي. مشكلتي مع الطلبه بتاعتي ان انا لما اقول رايي عن ليه انا بحب دي وايه اللي ورا ده، انا فرضت وجهه نظري. انا خلاص هم مش هيعرفوا يشوفوا من غير الوش بتاع كلامي عن الصوره دي. فانا ده انا مش جميله بالنسبه لك؟ لا 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 بالنسبه لي جميله، بس التشكيل فن التشكيل مش فوتوغرافي. لا هو لاعب في الاضاءه. سوري بول كابليجرو مصور فوتوغرافي مستوى عالي جدا. فوتوغرافي دي تشكيل عن فوتوغرافي. دي تشكيل تماما. ضوء الاضاءه كل صوره فوتوغرافية فيها دي تشكيل. هذه الصورة فوتوغرافية من غير نقش. هي مهمة للأسباب التانية. هي دي أهمية الفوتوغرافية. أهي. هي دي أهمية الفوتوغرافية. ممكن نلاحظ كده وجهة نظر؟ نعم. وجهة نظر ممكن نحافظ تقبلها أو لا؟ طبعا ممكن نقبلها أو لا. الصورة ممكن تصفى.
الصورة معلومة. أنا هرجع للتعريف بتاع الصورة بالنسبة لي معلومة. ممكن نحب نستقبل المعلومة دي، ممكن ما نستقبلهاش، ممكن نتفق معاها، ممكن نناقشها، بس هي معلومة. معلومة عامة ولا معلومة جاية من شخص معين عايز يوصلها دي؟ الصور اللي بتحدثنا في الشارع ليها هدف دايما. الصورة اللي بتوصل لنا، الصورة اللي بتجينا حتى البيت وحتى الشاشة ليها هدف. المتراقي مش واحد. لا المتراقي مش واحد طبعا. بيفرق علمه تربيته. انا الصور الفوتوغرافية اللي انا بصنعها شخصيا تفسيرها في مصر حاجة، وتفسيرها في اوروبا او في الولايات المتحدة الامريكية حاجة تانية. طبعا في ناس في مصر بتفهم. انا كمان. طبعا. بس انا بتكلم بشكل عام. تقبل الفكرة. انا حبيته وحبيت الرجل الاخر اللي حبيت بيوصل لي الفكره بتاعته. شوف واصل الفكره خلاص ماشي. في ناس بتفهم.